انا عايزه اروح لكروس فاير مهمه جدا ما بين اختين امل وزهراء. امل انت متجوزه؟ لا منفصله. منفصله. زهراء منفصله. طيب حلو قوي، يعني كده في حاجه متفقين يعني مش هنقول مثلا ان في واحده وجهه نظرها غير الثانيه فعشان كده دي استمرت وعشان كده دي انفصلت، لا هما الاثنين نفس الوضع الاجتماعي بس كل واحده فيهم عندها وجهه نظر مختلفه تماما عن اختها. امل شايفه انه لا الراجل بيتغير. الراجل بيتغير اه بعد الجواز. وزهراء شايفه ان هو مش بيتغير. انا شايفه ان احنا بنختار غلط من الاول وبنعدي حاجات ما ينفعش ان احنا نعديها، يعني تحت مبرر لا اصل انا بحبه، اصل هو ما كانش يقصد. انت عملتي كده؟ اه عملت ازاي؟ كنت شايفه يعني كان كل اللي حواليا شايفين ان انا غلط وان انا المفروض ما كملش وان في جاب كبيره قوي ما بيني وما بينه، وانا قلت يمكن يطلع حلو. حسبي 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 والله. انا بقى ايه واخدها على طول في وشي ده ابدا لان انا ضيعت يعني. طب انت كنت مراهنه على ايه يا زهراء؟ يعني على كنت لسه ما عنديش اكسبيرينس في حياتي، لسه صغيره 23 سنه. هل كنت متقبله العيوب اللي الناس بتحذرك منها ولا كان عندك قناعه ان انت لما تتجوزيها تقدري تاثري عليه فيتغير؟ لا ما كنتش شايفاها، ما كنتش متخيلاها. واكتشفت حاجه ان كل وجهه نظر والدي ووالدتي قالوا لي عليها كانت صح 100%. مفيش حد اتجوز الا لما قال كده، كان ماما صح وبابا صح. وانا اللي عانيت وقلت يعني انا كان وقتها بفكر بابا كان شديد شويه اوكي، فقلت ايه لا اطلع بقى ايه من تحت بابا شويه واشوف انا بقى حياتي وابقى انا ليا بيت وانا اللي بتحكم وكده. غلطت غلطه عمري. صحيح. وبرضو امل نفس الوضع؟ إيه لا انا وضعي مختلف، انا بني ادم عاطفيه جدا، او الست عامه بطبعها بني ادم عاطفيه، والراجل بطبعه صياد وبيعرف ازاي يوصل للست من خلال الحنيه وكلام الحب والعاطفه، بمجرد ما بيتمكن منها بيركنها، سواء انتهت العلاقه دي بالجواز او بالانفصال قبل الجواز. انتهت العلاقه بالجواز يعني الجواز ده نهايه العلاقه؟ ايوه في كثير من الاحيان. اه ايه التفاؤل ده؟ ده حاجه تقريبا قصرنا عليه. طيب انا لان فعلا بس الرجاله معترضين على كلامك، بيقول لك لا يعني لا لو بيحبها لا هيتغير. الراجل لما بيعجبه واحده ست بيعمل اللي ما يعمل عشان يوصل للست دي ويميل دماغها بالبلدي زي ما بنقول. يمكن بيقنعها بنفسه. ما هو بيقنعها بس بيقنعها بصوره مش حقيقيه. بالك انا بس حاسه بمشكله احنا مش واخدين بالنا منها، هنا بتتكلم على التغيير ان هي الست ممكن تغير الراجل للاحسن بعد الجواز، وهنا بتتكلم على التغيير ان الراجل الكويس قوي قبل الجواز بيتغير للأسوأ بعد الجواز. انا فاهمه صح؟ بالظبط مظبوط. يعني هو التغيير هنا هو يتغير للأسوأ. انا يمكن يطلع انا اللي عندي عيوب، يطلع هو اللي فيه حاجات مش حبيبها فيا. مفيش حد فينا خالي من العيوب، انا اكيد عندي عيوب، بس في عيوب تحتمل وفي عيوب لا تحتمل. بالظبط زي ما قالت مي ان في حاجات انا هتعامل معاها زي ما هي كده وفي حاجات هقدر اغيرها حاجات لا، لكن كاجابه واضحه بيتغير ولا لا؟ بيتغير للاسوء بعد الجواز مش للاحسن. في وشك على حسب. على حسب حاولت بقى خلاص على يعني. بس هو كل التمثيل اللي بيمثله في الاول ده ما بيبقاش حقيقي، ده التغير يعني. هو ما بيتغيرش وما بيبقاش شخص تاني او هي مش بتاثر عليه في حاجه. عشان كده انا سالت مي على الخطوبه، لانه الخطوبه لما بتبقى سنه وسنه وشويه احنا بنبقى شايفين الحاجات ما بيبانش. بس يا بندخل عليها ونقول هنغيرها وبنعند. ايات شايفه غير كده، يعني بتقول انا كنت في الاول كده وكلهم بيقولوا كده في الاول وعمرو دياب وغنى والحاجات دي.